عودناكم بأوتو فوكس أنه يكون هناك إطلاق لسيارات جديدة بالسوق اللبناني، وفعلا اليوم حبت نيسان عبر ريمكو أنه يكون إطلاق الإكس تريل عبر أوتو فوكس، وفعلا الإكس تريل الجديد رح نحكي عنه بالتفاصيل اليوم. سيارة أكثر من رائعة من حيث الشكل الجديد لها، من حيث المضمون وأمور عديدة أوبشنز انضافوا لهالإس يو في الرائع. بسرنا نرحب بمسيو ربيع عطلة سيس كونسلتنت بريمكو. هاي ربيع. هاي جورج. فعلا السيارة أكثر من رائعة، ومثل ما قلنا اليوم إطلاقها عم يكون بأوتو فوكس. بدنا نحكي كثير عن الإكس تريل وتاريخ الإكس تريل. بداية بشكل عام رح أترك الحديث لك. اوكي جورج، أول شيء هالإكس تريل الجديدة توتالي نيو 2015، سيارة تغيرت كليا من شكل جوا لتوتالي. هلا إن جنرال إكس تريل هي إذا بدك أهم من أهم الفئات الفور باي فور اللي بتنتجها نيسان عالميا. هالسيارة معروفة قديش هي هافي ديوتي، هي معروفة قديش هي وسعتها منيحة، معروفة بالانجن تبعوها لأنه منيح ونشط ومصروف بنزينه كثير منيح، وبنفس الوقت إن كنا اون رود أو اوف رود قادرة تلبينا بالحالتين. نعم. بالفور باي فور تبعوها. كنا من قبل بأنجح انجنز 2.5 4 سيلاند، بعدنا بنفس الموتور، الفيتاس تحسن شوي، صرنا 7 سبيدز بتبترونيك. من جوا تغيرت كليا، صار في تكنولوجي اكثر، شكله من برا صار شوي مودرن. انا شكل صراحه لقيته اكثر من رائع، كثير حلو وكثير اختلف بين الطراز السابق والطراز الجديد. انعمل اذا بدك ريفولوسيون كبيره من حيث الاكس تريل، وعم نشوفها على كل حال مشاهدينا بسايد فيو. هلا كمان كحجم زادت، كبرت ربيع، حجمها بعده هو ذاته. نعم، بس تضخمت شوي كسياره، مش هيك بتشوفها شوي. نعم. اضخم. بنفس الوقت عم تجي بخمس ركاب وعم تجي بسبع ركاب، يعني اذا عندنا عائله او مش عائله اثنيناتهم قادرين يلبونا. 7 سبيد 7 سوري سيتس ورا والفايف سيتس لكلهم. اليوم اللي معنا بالاستوديو 7 سيتس. اوكي، هلا رح نشوف 7 سيتس، واكيد بحلقات قادمه بنرجع بنشوف الفايف سيتس. هلا بنشوف الداخل كمان. فخامة دخلت على الإكس تريل من جوا، رح نشوفها بعد لحظات. لون فرش كمان مميز أكيد، وهو من أحلى ألوان الفرش الموجودة، بيعطيك فرش شوي بقلب السيارة. بلس الأوبشنز الموجودة بقلب السيارة اللي عم نشوفهم موجودين تقريباً على كل السيارات من كل الجريدز، إن كان خمس ركاب أو سبعة، ومعايير سلامة أكيد موجودة من دبل إيرباكس للأي بي إس للفي دي سي للسيستم النظام بيتحكم بالمكابح وإلى آخره. اللي عم نشوف قدامنا، عم نشوف على الستيرينج ويل في عنا الأوديو كنترول، في عنا الكروز كنترول، أكيد في عنا البلوتوث. عم نشوف قدامنا كمان في السكرين مع رير فيو كاميرا. إذا بتلاحظ الكلايميت كنترول الاي سي سيستم الفور ويل درايف، عندنا السويتش تحت كمان موجود مع الهيل ديسنت كنترول، يعني سيستمات كلها كرمال السيفتي كمان كلها موجوده. التبترونيك 7 سبيدز كمان عم نشوفها قدامنا. في نساج السياره من جوا كثير حلو، كثير مشغول بطريقه مرتبه، وكمان عم نشوف كونسول حلوه كثير بمنتصف السياره، كثير بنشوفها فيها تكنولوجي مثل ما قلنا. Exactly. وشكلها كمان عصري جدا. بنفس الوقت اذا بناخذ للسايز، عندك اللاج روم ورا كثير واسعه، سياره كثير مريحه، يعني بيقعد خمس ركاب مرتاحين، واذا بده يقعد السبعه كمان بيقعدوا ورا مرتاحين، وما بنكون عم نخسر كثير من الصندوق، يعني صندوقنا بضل شوي مقبول. هيدي اذا النيسان بي اول نيو نيسان اكس تريل 2015 من الداخل. كنا كمان استعرضنا شكلها من برا، ودائما عم شوف الشعار نيسان بمنتصف السياره. اكيد من الناحيه الاماميه عندنا الاضاءه الليد يلي هي داي تايم رانينج، عندنا الاشارات على المرايات، الجنوطه على طول موجودين فيها للسياره، والليد يلي بيعطوها طابع كثير حلو بالليل، الزيحين على الشمال وعلى اليمين. بالزبط. فعلا هيبه كثير كبيره، وبيعطي كمان سيفتي بالغطايطه، بيعطي اكيد هول القصص بينتبهوا عليهم. لاحظوا مشاهدينا شكل الإكس تريل الجديد من الناحية الأمامية مع الفوغ لايتس، مع الجريل الحلو الكروم، اختلف كتير السيارة مثل ما كنا عم نحكي، وصارت أحلى بكتير. وهي على كل حال منها لسيجمنت معين
من المجتمع يعني هي للسيدات للشباب شباب الجامعات خاصة هلأ مع انطلاق موسم الجامعات لكل شخص بيحب سيارات الكروسوفر SUV هي صحيح كمان بمصروف بنزين ممتاز غير انه هي شكلها حلو حكينا وكل شيء أربع سيلاندر بنذكر باور ممتازة 188 حصان شو الأفر اليوم اللي عم تقدمه ريمكو على الإكس تريل اللانشينج برايس أبول هالسيارة هو 29900 عم نحكي إذا خمس ركاب و 36900 إذا سبع ركاب مثل ما عم نشوفها هون السعر عم نحكي أكيد including VAT سيارة موجودة بالشورومز كل العالم فيها تنزل تشوفها كان بجاليري سمعان بجلديب أو بفردان هلأ قريبا بدبي بهمنا كل العالم يلي حابة الإكس تريل تشوفها أو بهمنا تعمل تست درايف تحكينا على الهوت لاين 1599 انا عرفت بلش الطلبات وبالسياره بعد ما كنا شفناها بالسوق اللي يعني. وصلوا انباعوا والشحن نعم. الثاني كمان من باعه كيف هلا من بعد اوتو فوكس يعني exactly. شكرا ربيع على وجودك معنا wheelers.me مشاهدينا بنذكركم دائما تفوتوا على الويب سايت تعرفوا اكثر عن عالم السيارات الى اللقاء دائما على ام تي في على wheelers.me بطريقة سهلة نقي سيارة أو موتو أحلامك قارن مواصفاتها أو سعرها بغيرها wheelers بيساعدك على حجزها وتأمينها بأحسن سعر والحصول على قرض البنك بأوطى فايدة ما لك إلا wheelers.me